بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضا. إن شاء الله نوفق إن شاء الله في فهم ثلاث أبيات لابن القيس ابن حجر الكندي، لأن لها الأبيات هذه لها صلة بواقع الأمم عبر التاريخ، وخاصة الآن عند غياب دولة الإسلام. يعني اليوم كي تدخل لأي أرض تقول هذه مسلمة، قليلا تجد من يعاملك معاملة ربانية، فيها عمل لوجه الله، فيها نصيحة خالصة لله، فيها اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، فيها اغتماء على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والعقبة كيفاش يجتازوها، هذا كله كان الآن قليل جدا. على كل حال نرجع للأبيات هذه. من مزوج يقول: ألم على الربع القديم بعسعسة، كأني أنادي أو أكلم أخرسا، فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا، وجدت مقيلا عندهم أو معرسا أو معرسا. اسمعني، ألم أي ما قلنا احنا الشعراء الجاهلين كانوا يقفوا على الأطلال وعندهم زوج ذوات مانا متخيلة يبدأوا يتحطوا معها. هذا عادة شعرية عند الجاهلين. عاد يقول ألم أي أقبل، أي يدعوهم باش يصعبوه للأمن وجلب أطراف الحديث وهذا مجر. قال: لما على الربع القديم، يعني الربع القديم هو ربع الإسلام الحقيقة. الآن ربع الإسلام هو عصر النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين الخمسة عليهم الروة. لما على الربع القديم بعسعسة، وعسعسة هو مكان قصده الشاعر، لكن احنا نرجع القرآن والليل إلى عسعس، يعني بعسعس أي القديم ولا في ظلمة حين من غبر أهلها، يعني مشى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام عليهم السلام من التحقوا برفيق الأعلى. لما على الربع القديم بعسعسة، شوف الإنسان الشاعر اللي يعني يرتني مرهف الحس ويتقن التصوير حتى يوصلك إلى معنى عميق في فائدة أو فوائد. ألم على الربع القديم بعسعسة، كأني أنادي أو أكلم أخرسة، لأن قلنا عسعس أنا أزل الليل بأستاري، فأي واحد مش تخافه أنت لم تره ولم يرك وسمعك ممكن أنت تملكه، لكن الطرف قبل يملك السمع، ولهذا فهو أخرس. نحن نعرف بالطب نقول سور ميه، يعني سور ثقيل السمع ولا يسمع بالبارة وميه لا ينطق. هنا يقول: كأني أنادي أو أكلم أخرس. كأني أنادي لأن العسعس كما قلنا هو كسيتار، يعني يعطل كثيرا التواصل بين القادم والمقدوم عليه. كأني أنادي أو أكلم أخرسا، هنا قلنا كم من مرة قلنا يدعوا الإسلام عليهم بالخرج، إن هم إلا يكون لا حق لهم الكلام، هو باسم الإسلام خاصة لأنهم يؤذون دين الله باسم دين الله، وهذا لا يجوز. وقلنا كم من إنسان أنا لحية وقميص وعدة وكذا كذا وكلام أنا لين كلام خير من العسل، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل قلوبهم قلوب الذئاب وأنت من الجيف والعياذ بالله. وهؤلاء هم الذين أضروا بالإسلام. أرأينا الكلب السيسي بل صنع باسم وربنا، يعني وربنا أنا وربك، ربك أمريكا، ربك إسرائيل، شنو ربنا؟ يعني توا فاهمينك بالخاطئ، أنت إنسان لست إنسان، وقلنا أنت داعي لوجه على أصله، قلت لكم بأي طريق علمي، والإنسان هذا هو نكبة بالنسبة لأمة الإسلام خاصة في مصر، وهو ملعون مهما ادعى
لأنه الذي جرى على عهده وبيعاسل منه وهو فلا في الظلام حوس ودوس يعني يشهد عليه، لأن الإسلام لا يسفك الدماء، والإسلام لا يطيب، والإسلام لا ملا نخلو الناس بالقوة، لا، احنا ندعو فقط، ولأنه شيء من العقل يتبع، لأن احنا ناس بنا نورنا أرض الإسلام وغبنا بالقرآن وأعطانا المثل على عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله عليه السلام، يعني أعنى الإيقاف يمر فينا بمر النفس. إخواني هناك وإن أخطأوا كثيرا وقلنا فيها أوجه الخطأ فصلنا بعض منها، على كل حال الناس اللي أصيبت في مصر اليوم مش حكومة تسقط، بل كل اللي أهل عنده إجرام سيسقط، لأنهم هم أداة شيطانية لحريق والاستعمار الداخلي والخارجي. وقلنا صبرا آل محمد عليه الصلاة والسلام، مش صبر آل ياسر، لا، صبر آل محمد في مصر أرض الكنانة، بحول الله يأتي نصر. أنا هكا يرن ويلق، لأنه القريب هو عهد الله، والله لا يخلف الميعاد. وحطوا في بالكم هذه الطريقة اللي كاد الله بها، لكون كانت الناس الأعداء كانوا مغيبين أرواحهم ويخدموا بالسر ويخدموا بعض أشياء أحيانا بالعدد بالنسبة للناس اللي يعرفوا يتفرسوا في سلوكاتهم ويقيدوا بأحوالهم القلوب العامية. ربي حب يكشفهم باش يتجمعوا باش يرجعوا لعادتهم القديمة كشرطة ظالمة وكعسكر ملاغازل لأرض الإسلام. اليوم من ربي خلاهم يفحوا قليلا وسيبقون كثيرا، لأننا سنفتك بيوم إن شاء الله تعالى، وقلنا طرق الفتك هي من تكون عن طريق الأحرار والحرام، هذا وعد الله وكل ما هو آت القريب. إذا نرجع إلى إبن القيس يقول في البيت الثاني: فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا وجدت مقيلا عندهم أو معرسا، يعني منا لو كان أهل الدار، أي كان أهل الدار الإسلام لها أهلها، هذه الدار هي لوجد الخير، والشرق والغرب يجدون الخير، لأن الأمة حين تعود تكون بلسم شافي بحول الله، وتكون هي المخلصة من الأدواء التي أصابت البشرية، وربما الجن كذلك، يعني ربما نفس الأحوال، يعني يمشوا بالتوازي. بحيث يا ناس، ابن القيس لم يقتل، قال: ولو أن أهل الدار فيها كعهدنا، أي الآن ليسوا الآن، الآن أهل ديار الإسلام ليسوا إسلام، لا يمثل الإسلام إلا بالقلة والحمد لله، وهذه القلة هي التي غلبها ربي على أعدائه، وكم من فئة قلية غلبت فئة كبيرة بإذن الله. فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا وجدت مقيلا، أي يوجد نصحتهم في القيلولة، أمنهم جاءهم الاحتفالين، يعني كل حاجاتهم المشروعة تقضى إليهم لوجه الله، هذا ثم نحن نجدهم البيت لتريد كباش أنا بالقرآن والحديث القدسي والحديث النبوي الشريفة وبتراثنا الكل المجيد، نفهم الشعر بطريقة أخرى. أغلب الناس اليوم بيقولوا ماهرين في تفسير الشعر أو معالجة الشعر أو في نقد الشعر، لا يفقهون شيئا مما نقول، ولا بفضل الله علينا، لأنه لولا الإسلام ما كنا على هذا المستوى. فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا وجدت أو وجدت، وتحدث عن نفسك، لكن وجدت أو وجدت وجدتان، يعني خلط فيهم مقيلا عندهم أو معرسا، المعرس هو الراحة في بادئ الليل أو في آخر الليل، يعني هي استراحة مع الأمن. نغرو ونختم ببيت آخر: لكل قبائل تعدو والوكرة إذا توالى الخيل بالقوم الثقة، يعني هذه الأمة احنا لا نذكر ولا ما ذكره ابن القيس، اي ناقته اللي بعشرة وتخدم فيه
وعن وعي الامر هناك كنايه عن خفه وعن سرعه وعن اداء ودورها اللي هي سفينه الصحراء بنشاطها وبمهاره والمجرد. على كل حال اعلى امتنا الاسلاميه حين تعود تكون ابلغ تاثيرا واخير دراسا واخير اداء لواجبها نحو البشريه الملكومه هذه الايام بكل قباه اي كل ناقه ضامره تعدو اي تسرع. والوكر نفس الشيء اذا توانى الخير بالقوم الثقه يعني اذا كان نفس بالتزامن تلقى ما سوى تلك الناقه وركبها صاحبها اي بنو قيس تلقاهم معناها فاترين في كسل كبير مذموم معناها بالقوم الثقال شو معناها القوم الثقال؟ يعني جبالك الثقال ولا عبدك جبالك الرواسي ولا عبدك الثقيل افهم عاد انت يعني اليوم وصلنا باسقط خلق الله اليوم يتفنوا في الكفر ويتفنوا في النفاق ويتفنوا في العدوان في الفساد كله يتفنوا لا اناث ولا ذكور فيهم خير الا ان يشاء الله. وقلنا كم مرة الموجود من حيث الجنس اللي هو بغيض يعني شيء يندر وجبيه ما عادش فما بشرية اليوم خاصة الأفلام الإباحية والمواقف والمواقف الإباحية في كل مكان والغناء مسموم والآداب هزيلة بل هي منام مريضة وتجيب مرض على مرض والسرقات سرقات التراث وهذا يقول انا هي نظريتي انا في الكونيه وكذا بدا وكيف سينتهي كل هذه سرقات من القران وانتم مش من الناس اللي عندكم ناخذ منكم الشيء كما تقولون بالنحو على مصادر الاشياء ولهذا هالسرقات هي موضوحين فيها ونحن سناتي ونصحح ان شاء الله تعالى احب من احب وكره من كره والسلام على من اتبع الهدى.